ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة. إذا ليت بعد ذلك ما تنسوش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك عشان يوصل لكم جديد، ولأن نوفيكم بالأسبوع المقبل مزاد علني كبير لبيع سيارات مستعملة تابعة للنيابات. أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن موعد وتفاصيل جلسة مزاد علني كبير لبيع عدد من لوطات السيارات المستعملة التابعة للنيابات. ووفقا للمعلن من الإدارة المركزية للمبيعات، تعقد جلسة المزاد يوم الأحد 25 أغسطس الجاري في تمام الساعة 12 ظهرا بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة. يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات لوطات سيارات ملاكي ونقل وبيك أب وأتوبيس وجراد ذراعي وموتوسيكلات وتكاتك وتروسيكل. تنتمي اللوطات المعروضة بالمزاد إلى ماركات وطرازات متنوعة أبرزها فيات، ماتسوبيشي، مازدا، مرسيدس، شيفروليه، سوزوكي، هوندا، جيب، ليبري، هونداي، تويوتا. كما يتاح للبيع بالمزاد مركبات بجاج حلاوة، سي ام بي، هو جانج، ديون، بوكسر، بي ان اي، نترو، بولمان وغيرها. وأشارت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط. لمزيد من التفاصيل وشروط الاشتراك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك. وبهذا قد أوفيناكم بالأسبوع المقبل مزاد علني كبير لبيع سيارات مستعملة تابعة للنيابات. التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.